اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى احمد وكريم. برضو نتكلم عن تشكيل الترجي، نقاط الضعف، نقاط القوه، طريقه اللعب. تمام. طبعا الاول خلينا نقول ان الترجي فريق خبره، فريق مخطئ من يظن ان المباراه سهله حتى لو عنده غيابات. لا، فريق احنا لسه عارضين احصائيه دلوقتي بتقول ان الترجي عنده 4 دوري ابطال افريقيا، صح؟ ففريق لازم، لا فريق بيعرف يكسب، والمباريات اللي زي دي ما تبصش خالص على نتائج الدوري، تتبص على مباريات الذهاب والاياب. خلينا نبدا بالتشكيل مع نبيل معلول. يمكن الترجي التونسي دايما بيلعب عنده طريقتين لعب في الفتره الاخيره، يا اما 4-1-4-1 يا اما 5-4-1. نبدا الاول بالتشكيل الاولاني، وده اللي انا شايفه ممكن يكون الاقرب شويه قدام النادي الاهلي، ال 5-4-1، وهو لعبها في مباراه رادس الاخيره في دور المجموعات، ولعبها في دور الثمانيه قدام شبيبه القبائل. في حراسه المرمى محمد صدقي الدبشي، وده اللي هيعوض غياب معز بن شرفيه. الثلاثة اللي ورا ياسين مرياح المدافع الدولي في منتخب تونس، محمد أمين توجاي الملقب بالصخرة عندهم وبرضه دولي في منتخب الجزائر، محمد علي اليعقوبي قد يدخل كمساك ثالث عشان غياب عمومه اللي هو المساك الثالث، رائد بوشنيبة وده واحد من اللعيبة الصاعدة عندهم في تونس، محمد أمين بن حميدة ده الباك ليفت. دول الخمسة اللي ورا، قدامهم بيبقى فوسيني كولوبالي، محمد علي بن رمضان اهم لعيب في الترجي التونسي، محمد علي بن رمضان اللي هنتكلم عليه كتير، الاثنين الاجنحه عوده معتز صدام قد تكون تفرق معاهم، ان هو معتز صدام برده هو اصلا لعيب ارتكاز، ولكن هو بيوظفه كوينج يمين بيضم لجوه، قدراته الدفاعيه كويسه فبدا يحطه كوينج يمين، وطبعا في رشاد العرفاوي، هو او رشاد العرفاوي اللي هيبدا كجناح يمين، يا معتز صدام يا رشاد العرفاوي. ناحيه الشمال انيس البدري، وقدام المهاجم اللي هو تاني هداف الترجي بعد محمد علي بن رمضان اللي هو محمد علي بن حموده. هات التشكيل الثاني، التشكيل الثاني 4-1-4-1، وده اللي لعب بيه في مباراه الافريقي الاخيره. الاثنين برضه محمد صدق الدبشي، ياسين مرياح ومحمد امين توجاي اثنين مساكين، رائد بوشنيبه هنا استغنى عن محمد علي اليعقوبي ودخل المغربي صابر بوكرين اللي هو اللعيب الارتكاز، بيبقى فيه اثنين بيكملوا، صابر بوكرين ومحمد علي بن رمضان قدام فوسيني كولوبالي ورشاد العرفاوي الوينج اليمين برضو قدراته الدفاعية كويسة، وأنيس البدري ومحمد علي بن حمودة. نجيب الحالات ونقارن ما بين طريقتين اللعب، وإزاي هو لعب في مباراة الأفريقي كده ولعب قدام شبيبة القبائل بالشكل ده. هنا برضو على حسب المنافس، هو بنسبة كبيرة مباراة القاهرة هيلعبها بخمسة أربعة واحد، هناك لسه في احتمالين، يعني في احتمالين نجيب طرق اللعب. أول حاجة معانا ده الشكل قدام الافريقي التونسي اللي هي المباراه الاخيره في الدوري التونسي اللي هم خسروها 1-0، لعبوا بيه ال4-1-4-1، كولوبالي هو الارتكاز اللي بيبقى فوسيني كولوبالي هو الارتكاز اللي بيبقى قدام الاربعه، وادي ال4-1. احنا كده بنوري بس طريقه اللعب بيلعبوا ازاي، بناخد فكره عن طريقه اللعب 4-1-4-1 برضو بنفس الشكل قدام الافريقي التونسي، نفس الشكل 4-1-4-1، وكولوبالي بيبقى لوحده، واللي بيكمل قدام صابر بوكرين ومحمد علي بن رمضان هما الاثنين اللي بيكملوا، على الاطراف انيس البدري ورشاد العرفاوي بيبدلوا الاماكن، وقدام محمد بن حموده اللي هو راس الحربه التونسي. ادي طريقه اللعب الاولانيه. نجيب طريقه اللعب الثانيه بقى اللي هم لعبوا بيها قدام مين؟ قدام شبيبه القبائل في رادس اللي هو ماتش الاياب، لعبوا ب 5-4-1 اللي هي كانت بتتحول ل 3-5-2 في الحاله الهجوميه، ادي الخمسه اللي وراهم ودخل معاهم عمومه اللي هو المساك كمساك ثالث، ولعبوا طول المباراه بال5-4-1. ممكن مع الغيابات اعتقد ان ممكن نبيل معلول يفكر يلعب بالطريقه دي. هنا الطريقه برضو ادي الاربعه هم بيضغطوا اللي هم 5-4-1، هنا المهاجم بيسيبهم، بيسيبك تضغط، يعني بيسيبك على قد ما تقدر ان انت تحضر الهجمه، وده اسلوب الضغط هو دايما بيضغط في وسط الملعب وبيلعب على الكرة الثانية فريق الترجي التونسي خاصة على ملعبه لما بيلعبوا بيه الخمسة أربعة واحد. هات برضو الصورة اللي بعدها هوريك التحول في الحالة الهجومية من الخمسة أربعة واحد دي، ده برضو قدام شبيبة القبائل في دور الثمانية. هنا مين اللي زايد؟ بص الباك اللي رايت باك اللي هو الباك اليمين والليفت باك اللي هو ناحية الشمال، هنا الباكين فاتحين الملعب لأن التلاتة ادت أريحية للباك رايت والباك ليفت إن هم يتقدموا، فهنا محمد علي بن رمضان هو اللي معاه الكوره بيقدر يعمل لهم التمريرات الطوليه للباك رايت اللي بيبقى قاطع والباك ليفت، فدي انا بشوف ان ممكن يفكر في باللعب بالطريقه دي قدام النادي الاهلي، ان هو يلجا للثلاثه خاصه مع اعطاء اريحيه للباك ليفت والباك رايت بالتقدم. طيب عشان جمهور الاهلي برضه يا كابتن اسلامي بقى قريب من وضع الترجي حاليا في الموسم ده، بكل امانه الترجي قاب قوسين او ادنى من خساره الدوري التونسي لانه بيقدم نتائج سيئه جدا، خسر من اولمبي الباجي
2-0، بعديها خساره من نادي الصفاقسي 1-0، وبعد كده خساره من النادي الافريقي 1-0. وبالتالي طبعا احنا عارفين الدوري التونسي بيعملوا عندهم ما يشبه دوري النخبه، هما بيلعبوا دوري الاول، بعد كده بياخدوا اول 8 فرق يلعبوا دوره مجمعه ما بينهم ذهاب واياب، وبياخدوا على اساسها البطل والوصيف. وبالتالي نادي الترجي بصراحه حاليا في اصلا غيابات احنا اتاكدنا منها، معز بن شرفيه وحمد الهوني، الاثنين دول اكيد هياثروا على الفريق. بكان حمد الهوني طبعا احنا عارفينه هو صانع اللعب الاساسي. عايزين نبص على مباراه الصفاقسي، وخصوصا ماتش الصفاقسي، لان طبعا احنا عارفين الصفاقسي المدير الفني هو الكابتن حسام البدري، والكابتن حسام البدري عارف الترجي وعارف كمان اسلوب اللعب. فاحنا في وجهه نظري الاقرب لمباراه الاهلي والترجي هتبقى مباراه الصفاقسي. مباراه الصفاقسي، الصفاقسي برده بيمر بمرحله سيئه جدا، ورغم ده نادي الصفاق دي اللقطه قدامنا دي بس من اولمبي الباجي الاول. عايزين نشوف وضع دفاع نادي الترجي وهو بيلعب دفاع متغطي، يعني الكابتن نبيل معلول بيلعب بالاربعه، بيعمل بيهم اوفسايد تراب او بيعمل بيهم مصيده التسلل. الاربعه في حالات كتيره ما بيقدروش ينصبوا مصيده التسلل، ودايما الخط ما حدش يقدر يرسمه. دي كوره الهدف الثاني، وبنشوف دفاع الترجي مش قادر ان هو ينصب التسلل، وبالتالي بيتضرب بسهوله. نجيب لقطه وراها الكوره دي، شوف البطء الشديد من مدافعي نادي الترجي، وازاي النهارده مهاجم الاولمبي الباجي خد الكوره وسبق المدافعين وقدر ينفرد بالمرمى. تاني كوره من الشوط التاني ما حدش يقدر يرسم خط، صعب جدا، صعب جدا انك تقدر ترسم الخط. الدفاع عنده مشكله في نصب مصيدة التسلل، رغم ان هم بكامل ارادتهم اللي مختارين يلعبوا بهاي لاين، يعني الفريق حتى لو مش قادر يعملها ببساطه يلعب زون ديفنس، هم مش قادرين يعملوها، وبالتالي بنشوف مشاكل كتير. ده كره الهدف الاول في ماتش الاولمبي الباجي، حاجه طبعا خطيره جدا. واحنا عاملين سبوت لايت على مين بقى؟ على بين حميده الظهير الايسر. طبعا ناس كتيره هتسال يا جماعه الياس شتي كنا بنتكلم عليه في السنوات الاخيره ولعب قدامنا كتير، فين الياس شتي؟ الياس شتي ترك نادي الترجي في يوليو الماضي وراح نادي أنجي الفرنسي بعد ما فسخ العقد مع الترجي من جانب واحد، ودخلوا في قواضي عند الفيفا، والترجي بعد كده خد يعني غرامه تقدر بمليون يورو. ده من مباراه الصفاقسي، والكابتن حسام البدري لعب على بن حميده، بن حميده هو اللي قدامنا، هو اللي بيعمل الاسيست في الكوره دي للجنب الاخر. وطبعا شنيده زي ما قال ثابت على طول طاير قدام فما بيلحقش يرجع، وكمان بن حميده عنده مشكله كبيره جدا 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 في الارتداد. نكمل الحته دي، انا بس عايزك اسالك يا اسلام سؤال. اتفضل. شايف اللاعب الصفاقسي اللي معاه الكوره ده عارف ده مين؟ لا. تخيل ده مين؟ مين؟ لاعب انت لعبته قدامه. انا لعبت؟ اه. اللي كان شادي الهمامي 10 سنين. شادي الهمامي. لسه شادي الهمامي. شادي الهمامي، شادي الهمامي اللي لعبنا في فاينل 2006. ده اللي كسبنا البطوله. شادي الهمامي الكابتن حسام البدري بيلعبه هاف ديفندر في نادي الصفاقسي، وهو طبعا عنده دلوقتي 36 سنه. انا لاعب معانا يا جماعه 2006 الفاينل انتوا بتفتكروه. شادي الهمامي هو اللي عامل الاسيست. كان بيلعب عنده كام سنه؟ 16 بقى. كان صغير جدا يعني. في الماتش ده لعب معانا كان صغير، دلوقتي عنده 36 سنه وبيلعب ايه؟ خط وسط، مش بيلعب حتى مساك، يعني ربنا يديه طولة الصحه يعني طولة العمر يعني. شادي الهمامي ومعاهم كمان كابتن حسام البدري، معاه لعيب عراقي اسمه حسين علي السعدي، عايزين احنا نبص عليه الفترة الجاية. لازم الولد ده بصراحة ولد ممتاز جدا جدا جدا. قدر الكابتن حسام البدري بالثنائي ده يعمل مشاكل كبيرة للترجي. بص برضه على الترجي هنا يا كابتن اسلام، صعب ترسم الخط، وعلى طول الدفاع بتاع الترجي بيلعب متقدم وبيتضرب بالكرات الطولية. نروح لآخر صورة معانا في التوبيك ده قبل ما ثابت يروح للحتة بتاعه، ولا دي كانت آخر صورة؟ تقريبا دي كانت آخر صورة. المشاكل الدفاعية برضه تكملة لكلامك. تكملة لكلامك يا كريم. الماتش الأفريقي ده. الماتش الأفريقي الترجي عنده مشكلتين. أول مشكلة الترجي بيقع في آخر ربع ساعة بدنيا. طبعا صح. الترجي مشكلته مع نبيل معلول بدنية أكتر من فنية، فأنت النهاردة كمارسيل كولر ممكن ترسم التكتيك بتاعك إن أنا أخطفهم في آخر ربع ساعة. اخر يا كريم اخر 11 ماتش داخل فيهم، حتى لو الماتش بدون جمهور، حتى لو لان انت تسع، ما هو بدون جمهور ده على فكره احسن لهم لان جمهورهم بيضغط على فكره. جمهور الترجي بيعمل ضغط على اللعيبه يعني. في الماتشات الاخيره في مباراه شبيبه القبائل اتعادلوا 0-0 على ملعبهم. كابتن شريف عبد المنعم قال لي نفس هذا الكلام، ان هو جمهورهم هو اللي بيعمل لهم ضغط، بيعمل عليهم ضغط بالظبط، بدليل ان الترجي نتائجه بره ملعبه احسن من جوه ملعبه. فالنهارده عدم تواجد جمهوره، لا انت لازم تعمل لهم الف حساب. الحاجه الثانيه داخل فيهم 9 اهداف يا كابتن اسلام في اخر 11 ماتش، 5 منهم في اخر ربع ساعه. اوكي.
فدي نقطه مهمه جدا. بص هنا التراجع، اولا انا شايف ان هم عندهم مشكله دفاعيه في التمركز. بص هنا الخمس مدافعين كلهم عينهم على ايه؟ على الكوره. هنا اللاعب الافريقي هات في الدقيقه 49 دي الكوره اللي جت في العارضه، هنا بيرفع الكوره كمل، بص كلهم عينهم على الكوره وسايبين رقم 9 للمهاجم بتاع الافريقي بيستلم. طبعا المدافع ده المدافع ده طلع غلط، اللي هو عليه اكس، عاملين عليه اكس كده. المهاجم استلمها واخدها باكورد جت في القايم. الكره دي كانت واحده من احسن الالعاب في مباراه الافريقي والترجي اللي هي الديربي التونسي اللي كان من يومين، جت في القايم. فدي واحده، انت بص على التمركز عندهم مشاكل في العرضيات. هنا نركز قوي في الدقيقه، جون الافريقي جاي في الدقيقه كام؟ 80. بص هنا العوده الدفاعيه والارتداد الدفاعي جامد قوي. جون حلو. مين اللي كسل يرجع؟ محمد علي بن رمضان اللي هو نجم الفرقه. أيوة. بس ده دليل ان هم بدنيا وبدنيا الفرقه كلها بدنيا بتقع في اخر ربع ساعه. هنا بص محمد كسل يرجع معاه، الكره جايه من اوت، تفصيله صغيره اوت اتلعبت. بص برده نفس المشكله، كل المدافعين بيبصوا على الكوره في الكرات العرضيه وسايبين مين؟ وسايبين المان، مفيش حد بيراقب، هو كله بس بيبص على الكوره. فانت هنا مهم ان انت تركز على الكرات العرضيه، تخلي بالك ان اخر ربع ساعه الترجي بيقع بدنيا. بص هنا المان واقف، المهاجم بتاع الافريقي اللي سجل الجون واقف لوحده خالص لان هم كلهم مركزين مع الكوره، وكمان واضح ان في ارهاق بدني، يعني في ارهاق بدني من كتر برضو تتابع الماتشات او ضغط الماتشات، فواضح. وهي مجموعه هتلعب ما بيغيرش كتير، هو اصلا يعني الترجي السنه دي معهوش دك، عنده مشكله كبيره جدا في دكه المدراء. فدي دي جون. نكمل برضو بقيه الالعاب. بص هنا هتلاقي في مشاكل دفاعيه كتير، نفس المشكله برضو. هنا الدقيقه كام؟ 84. ده ماتش شبيبه، ده اللي كان فين؟ في رادس. اتعادلوا 1-1 على ملعبهم. أيوة. اتعادلوا 1-1 على ملعبهم في رادس قدام شبيبه القبائل. هنا نفس المشكله. دي ارجع بس للصوره اللي قبلها، بص كام واحد هنا موجود من الترجي لسه راجع. بص في الدقيقه 84 التراجع البدني، بطء في الارتداد الدفاعي، التراجع البدني بتاع لعيبه الترجي في اخر ربع ساعه. قدر برده زي ما حصل في الافريقي اهو في الدقيقه 84، زي ما حصل هنا برده، ده كانت مباراه شبيبه القبائل، حصل في الافريقي، حصل في الاتحاد المنستيري، حصل في كذا ماتش. في الترجي دايما بيقع في اخر ربع ساعه بدنيا. عندهم مشكله زي ما انت قلت يا كريم في التغطيه العكسيه للاطراف. بص هنا الباك رايت رايد بوشنيبه ترقص، وهنا الباك ليفت عندهم مشكله في التغطيه، في التغطيه العكسيه. هو ما عرفش بين حميدي، ما عرفش يعوض ليش شتي بصراحه. ليش شتي عشان كده فكر ان هو يلعب بثلاثه ورا، لما لقى ان الفريق فيه بعض المشاكل الدفاعيه وفي بعض الثغرات بدا حتى هنا المباراه دي كانوا بيلعبوا فيها ثلاثه وبدات تظهر برده المشاكل الدفاعيه. يعني بص هنا نفس الجون، الكره ارتدت وقدر ان هو برده يسجل من خلال. نكمل برده، برضو كل دي مشاكل، احنا جايبين بعض المشاكل في الكرات العرضيه. تعالى بقى يعني احنا مش هنتكلم برضو على مشاكل دفاعيه بس انا عايز اوريك على التعامل مع الضغط. عندهم مشكله تانية كارثيه، احسن حاجه ان انت تعمل ضغط عالي عليهم، بيرتكبوا جدا في تحضير الهجمه. بص هنا لما الافريقي عمل عليهم ضغط عالي ممتاز في المباراه دي، يمكن هنا الضغط برضو، هنا بص الكره هتلاقيها اتقطعت، مجرد ان انت عملت ضغط عليهم في وسط الملعب قدر ان انت بص الضغط، كان جوه انفراد الكره دي، ارتدت بانفراد وتقريبا ضاعت. بص كمل، بص هنا الكره اتقطعت راحت لرقم 7 اللي هو بيلعب في الافريقي قدام. بص بقى نفس تحس ان نفس الصوره بتتكرر، الارتداد الدفاعي بتاعهم، الكره لما الضغط لما انت عملت ضغط عليهم اتقطعت وتحول من الافريقي بشكل ممتاز، نفس الكره بالظبط. بص كمل هنا برضو الرقابه كلهم باصين على ايه؟ على الكوره وسايبين مين؟ المان بتاعهم. هتلاقي رقم 9 اللي جاي ده قطع على ورا القطعه القريبه دي ماسكين وحطها فوق العرض. كوره اصلا غريبه ضاعت، غريبه جدا، في كور ضاعت، يعني احنا جبنا كره القائم اللي فات والكوره دي برده ضاعت. فواضح ان بص هنا تقدر ان انت تستغل، هنا ممكن تفكر في مهاجم بيتحرك بشكل كويس، كهربا ومحمد شريف يقدروا يستغلوا المشاكل الدفاعيه الموجوده. هنا برده نفس الفكر، البيلد اب، هنا مين اللي معاه الكوره؟ محمد امين توجاي بيبدا يحضر الهجمه، بيدور على كولوبالي ممسوك فهيلعبها لمين؟ لبن رمضان اللي هو رقم 5 اللي بيحضر دايما الهجمه. توجاي هيباظي، هيبص يلاقي بن رمضان، بن رمضان هيستلمها غلط هتتقطع منه وبرده هيتحول بهجمه خطر على الافريقي. فانت هنا تفكر، طب انا ابدا بضغط عالي، الفرقه دي عندها مشاكل في التعامل مع الضغط، دي مهمه جدا، وممكن اضغط في اول ربع ساعه طبعا، دي حاجه مهمه بحيث ان انا النادي الاهلي رايح هناك بشخصيه احاول اخوفهم من الاول. خلي بالك سابق النادي الاهلي وهو بيلعب في رادس دايما بيحط في اللعيبه، بتحط في اعتبارها برده الضغط الجماهيري. يعني افتكر حتى ماتش 1-0 اللي كسبناه 1-0 برده بدايه المباراه الترجي كان برده نازل بحماس الجمهور. هذه نقطه خلي بالك، ماتش الافريقي اللي بتتكلم عليه ده في تونس بيلعبوا الماتشين ذهاب واياب، لا 80-20 يعني الترجي الافريقي طبعا زي الاهلي والزمالك في مصر، بس بسبب هناك تعليمات الامن فالماتش ده كان ماتش الافريقي
كان كل الاستاد استاد افريقي، الترجي خد مدرج واحد بس، والعكس هيحصل في ماتش الدور الثاني، الترجي هو ياخد الاستاد كله. وبالتالي هنا الترجي اللي بقول لك عليها، اللعيبه في عدم وجود الجمهور فعلا كانوا مرتبكين، الماتش ده كان ممكن يخلص بسكور للافريقي لو كانوا تعاملوا مع الفرص اللي اتيحت لهم. بن رمضان هو الخطر الحقيقي على النادي الاهلي في المباراه دي، اهم لاعب في فريق الترجي محمد محمد علي بن رمضان. بص دايما يا كريم بيكمل جنب المهاجم، جنب محمد بن حموده، هم اسلوب لعبهم اللعب المباشر، ان انا بعمل التمرير الطولي، محمد بن رمضان مكمل كايه لعيب رانر، لعيب بيجري ورا محمد علي بن حموده، كمل هات اللعبه هتلاقي ده الجون بتاع الترجي في شبيبه القبائل في دور الثمانيه، اتلعبت له تمرير طولي قدر ان هو يستخدمها ومميز جدا بالتسديد. واحد من بلاش نعمل فاولات حوالين منطقه الجزاء، لان بن رمضان مهاري جدا في كويس. عنده مهاره التسديد، احنا لسه شايفين ماتش امبارح الريال والسيتي الجونين من تسديدات بره المنطقه. حل التسديد ومهاره التسديد دي مهم جدا حتى ان احنا ننميها كلاعيبه عندنا، ان احنا بص هنا بيشوط من 25 متر محمد علي بن رمضان جابها جون، دي في برضه في احد المباريات الدوري التونسي الاخيره. نكمل برضه هنا كرة هتلاقيها فاول قدر ان هو يسجل من خلالها، يعني بيسدد من متحرك وبيسدد من ثابته، ضربه ثابته قدر ان هو لو قيس المسافه قيس المسافه هتلاقيها من حوالي 23 متر، بتتكلم في 23 متر قدر ان هو يسجلها من ضربه ثابته. فبلاش نعمل فاولات حوالين منطقه الجزاء، لان بن رمضان مميز بالتسديد، بن رمضان بيشوط ولا تسيب له مساحه ان هو يشوط، ولازم تضغط عليه صحيح. بن رمضان لو عملت، انا شايف ان انت تعمل عليه من تحديدا، ليه واحد من وسط الملعب دايما يقرب له تحديدا بن رمضان، ليه؟ لان انت هتمنع بناء الهجمه للترجي من ورا، الحاجه الثانيه هتمنع التسديد، الحاجه الثالثه هترهقه بدنيا صحيح. لان الترجي بيقع بدنيا في اخر ربع ساعه، فمع الضغط الجامد على محمد علي بن رمضان هتقدر ان انت تغلطه. تكمله بقى للكلام في الشق الهجومي، واحده من النقط المميزه عند الترجي اللي برضه الناس ما تفهمش ان احنا بنتكلم على فريق قليل، عندهم مشاكل كبيره جدا، لكن تبقى مباراه الاهلي والترجي طبعا ليها حساباتها الشخصيه. ماتش الاولمبي الباجي واضح جدا جدا يا كابتن اسلام ان نبيل معلول من المدربين اللي بيحبوا يهاجموا عن طريق الاطراف، واحده من اهم الالعاب بيلعبوها كتير قوي 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 قوي، ان الفول باك يجري لغايه منطقه الجزاء ويرجع الباك باس الشهيره المعروفه دايما بتتعمل للقادمون من الخلف. المباراه دي طبعا اللي كان بيجي ده كان حمدو الهوني قبل ما يتصاب، وخد الكرة فعلا وشاط في اتجاه المرمى وضيعها. الترجي ما بيهاجمش من العمق خالص لان الفريق مش سريع، ما عندوش المهاره الفرديه تخليه يخترق من العمق. الكرة دي بقى بتورينا قد ايه الفريق ربما عنده بعض العشوائيه لما برضه يجي يهاجم. نشوف الكره دي حامل معاه الكوره اصلا مش شايف ان زميله في وضع تسلل، وكمان في اتنين كان المفروض واحد منهم يجري في المساحه الفاضيه ما جريش ودخل في الزحمه، ده باين لك قد ايه في بعض العشوائيه، ولكن الفريق بيهاجم طول الوقت من على الاطراف وبيبعده تماما عن عمق الملعب. في مقارنه بقى رقميه، تعال نترجم الكلام ده بالارقام، هتلاقي في مقارنه ما بين ابرز اللعيبه، هات مقارنه ابرز اللعيبه اللي هي الثانيه اللي فيها الابرز اخر حاجه معانا مقارنه مين الاكثر تسجيل الاهداف، مين الاكثر اسيست اللي هي مش فيها الشعارات، المقارنه الثانيه يا جماعه لو نسجل نجيبها هنلاقي ان الاكثر تهديف للنادي الاهلي هتلاقي كهربا اهي المقارنه اهي دي مهمه جدا بتبين لك مين ابرز اللعيبه في كل فرقه. الاكثر تسجيل للاهداف كهربا، النادي الاهلي مسجل 4 اهداف، محمد علي بن حموده اللي هو المهاجم في الترجي مسجل كام؟ 3 اجوان. الاكثر اسيست صناعه للاهداف علي معلول عامل 5 اسيست، حمدو الهوني وطبعا تأثير غيابه واضح جدا لأنه حتى موجود في الأكثر معدل صناعة للفرص بيصنع 1.9 فرصة في الماتش الواحد. علي معلول بيصنع 1.9 أكتر لعيب بيصنع فرص في النادي الأهلي. نيجي للأكتر معدل محاولات على المرمى، مين بقى في الترجي؟ محمد علي بن رمضان اللي هو لعيب الوسط بيعمل أكتر معدل، يعني بيروح على الماتش 3 محاولات في الماتش، بيسدد 3 محاولات أكتر من لعيبة الأهلي كلها. يعني لعيبه الاهلي اكتر واحد كهربا بيعمل 2.2 تمام 2.2 يعني، لكن محمد علي بن رمضان الرقم ده مهم جدا. الاكتر معدل مراوغات ناجحه محمد علي بن رمضان في الترجي 2.5، حسين الشحات في النادي الاهلي 2. تعال بص على ارقام مروان عطيه الممتازه في الانترسبشن، الاكتر معدل تدخلات دفاعيه مروان عطيه بيعمل 2.5 في الماتش الواحد، محمد امين بن حميده 2.9 في الماتش الواحد. الاكتر معدل تمريرات صحيحه في النادي الاهلي مروان عطيه 56.3 في الماتش الواحد. ياسين مرياح اللي هو المساك بتاع الترجي بيعمل 55.3، ده دليل ايه؟ ان هو برده بيعتمدوا عليه في بناء الهجمه ياسين مرياح. الاكتر معدل تاكلنج صحيح مروان عطيه برده في النادي الاهلي بيعمل 2.8 في الماتش الواحد، يعني تقريبا 3 في الماتش الواحد.
محمد علي بن رمضان الموجود تقريبا في كل الارقام بيعمل 2.8. اذا الارقام بتقول ان محمد علي بن حموده بيسجل الاهداف اكتر في الترجي، حمدو الهوني غيابه هيكون مؤثر بشكل كبير جدا على الترجي لانه بيصنع فرص كتير، محمد علي بن رمضان مستو في التكمله ومعدل محاولاته 3 في الماتش الواحد. اذا ارقام تدل على ان احنا بنلاعب فريق قوي، فريق عنده بعض كل الفرق فيها نقاط ضعف ونقاط قوه، فاحنا اتكلمنا في كل نقاط الضعف وكل نقاط القوه فيما يخص فريق الترجي التونسي. مؤخرا لو هنتكلم عن النادي الاهلي، لو حبيت تقول تشكيلك للنادي الاهلي من وجهه نظرك الكريم. انا اعتقد التشكيل اللي احنا بنتكلم عليه كل مره في وجهه نظر محمد الشناوي حارس مرمى، ان شاء الله اذا محمود متولي خد الكليرنس الطبي ان هو يقدر يشارك مع ثنائيه مع محمد عبد المنعم، اكيد محمد هاني محافظ على الباك اليمين، علي معلول ان شاء الله محافظ على الباك الشمال، خط الوسط اتمنى نكمل بيه الثلاثيه الجديده اللي هي مكونه من مروان عطيه وحمدي فتحي واحمد القندوسي، كان عاجبني جدا اداؤه بصراحه في مركز 8. والثلاثي في وجهه نظري الثلاثي بقى المناسب للمباراه دي كهربا وحسين الشحات وبيرسي تاو. انا عندي تصور تاني خالص. يمكن انا برضو اختلف شويه مع كريم في مركزين، يمكن طبعا حراسه المرمى الشناوي بشوف ياسر ابراهيم مهم في ماتش زي ده عشان الكرات العاليه، ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. اوكي. ناحيه اليمين محمد هاني وعلي معلول، الثلاثه اللي في النص شايف ديانج مهم جدا، ديانج ومروان عطيه وحمدي فتحي. الثلاثه دول لان انت ماتش دفاعي اكتر، انت رايح تامن وفي نفس الوقت مهم ان انت تسجل هدف، لان انت لو جبت جون يبقى بنسبه كبيره ان شاء الله صعدت، لكن لو ما جبتش جون هتفضل مقلق في مباراه الاياب. دي حاجه مهمه. على الاطراف حسين الشحات وكهربا، كهربا راس حربه وحسين الشحات وبيرسي تاو. هو مش اسلام كولر عنده عشان كده انا بسيبهم يقولوا التشكيل، يعني ما فيش مشكله خالص لانه في النهايه كولر بيعمل اللي هو عايزه واللي هو شايفه صح.